تنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اذا فيديو تاع نهار اليوم جبت نخدم معكم شموع تزيينيه بمناسبه المولد النبوي الشريف. كبدايه لازم يكون عندنا هاد الملصقات، راح نخلي لكم كيفيه كتابه الاسماء عليها في اخر الفيديو. وهاد الملصقات لازم طلعوهم من الفيسبوك ولا وتديوهم عند السباغ ويخرجهم لكم، لكن الاسماء نتوما تكتبوهم. راح نخلي لكم البرنامج نكتب في اخر الفيديو، اذا تابعوا الفيديو للاخر. شموع المليحه من هذا النوعيه نور الليل تجي بيضه بزاف، صح غاليه على الاخرى زياده 2000 ولا بصح هذه هي الشابه كامل. اذا اول حاجه واش لازم لنا؟ هذا الملصقات نقصوهم كامل حوالي العرض 2 سنتيمتر والطول حوالي 12 سنتيمتر، ولا معليش اذا جاتكم طويله على الشمعه تقدروا تنقصوا حتى تجيكم على حساب الشمعه تاعكم قد قد. ونحتاجو الى سيشوار، وعندنا في القاوله ترشونه، وعندنا مقص باش نقطعوا هاد الملصقات كامل كما راكم تشوفوا. لازم نقطعهم يا ربي يكون العرض تاعهم حوالي 2 سنتيمتر، ماشي لازم يغطيو لنا كامل الشمعه. نديو الشمعه تاعنا ونديو هذيك الملصقه ديك الورقه هكذايا ونحطوها على الشمعه بهذا الطريقه، واذا جات الورقه طويله نقصوا يعني منها بالمقص. ثم تدي ورقه شفافه ولا ورقه عاديه ولا حتى ورق الزبده وتحكموا هذيك الشمعه مليح، يعني تزيروا عليها كما راكم تشوفوا عليكم. انا لويت عليها زوج مرات باش سخانه ما تذوبهاليش كامل، وتحكموا بطرشونه ولا على خاطر تحرق السيشوار يحرقكم بزاف، يعني لا ناس تعملوا الحيله تاعكم وتبقاو ديروا على هذيك الشمعه حتى تحسوا بلي كيشغل ذابت للداخل، يعني ما تكثروش سخانه عليها، هذه ملاحظه على خاطر الشمعه راح تذوب لكم كامل. اما لا غير تحسوا بلي الشمعه بدات تذوب بهذيك الورقه تلصق تحبسوا السيشوار وتبقاو هكا تضغطوا عليها بيديكم، ثم حطوها بجيه تبرد شويه ثم نحيوها من الورقه. من الاحسن تستعملوا زوج ورق، يعني الاخرى كي تكملوها حطوها تبرد شويه وبداو خدموا بالورقه الثانيه باه ما تتعطلوش ويروح عليكم الوقت. ان شاء الله تكون الطريقه وصلتكم وتقدروا ديروا بها مشاريع. اذا تبعوا الفيديو باش نوري لكم كيف تكتبوا الاسماء، وما تنساوش جامل الفيديو وخلوا لي التعليقات وديروا بارتاجي.
الصوره اللي راهي امامكم، يعني لازم تطلعوا هذا البرنامج بيكس ارت باش تخدموا به هذا الصور والاسامي. المراحل راهي امامكم، يعني كما راكم تشوفوا تبعوا المراحل راح تنجحوا وتكتبوا الاسامي تاعكم كما حبيتوا، يعني بالخط العريض ولا رقيق، وزيدوا ديروه مع قلوبه ازهر ولا كما حبيتوا. ان شاء الله تفهموا عليا. وكاين عده برامج ماشي لازم هذا، بصح انا مديت لكم باش نخدموا هنايا. اذا ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وقبل ما تخرجوا من الفيديو صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول لكم ما تنساوليش جمال الفيديو وخليوا لي تعليقات تاعكم، وتهلاو في روحتكم، والى الملتقى ان شاء الله.